هاي ملك، هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ نشكر الله. اليوم حنعمل وصفات ممكن تنعمل بكل سهوله. في اوقات مثلا نعرف انه هلا في شركات كيترينج بيجيبوا الاكل، بتروح على مطعم نعمل اوقات حلو يعمل شيء واحد بالبيت، اذا كان اكيد جمعه زطوره مش كثير كبار. فهودي افكار، مثلا اذا حبت شي بنت اما شي شاب بالبيت حب يعملوا شيء هيك مفاجاه لامهم، فهودي وصفات بنعملوا بكل سهوله. حنعمل اليوم بان بيردو. بان بيردو هي طبق ديسير مشهور كثير بفرنسا، بنعمل بالخبز بنقع بالحليب بنحط له سكر وفانيلا وقرفه بيتحمص يعني بنقلب الزبده. حنعمل فريتاتا بالاعشاب بالعفن بالخضار الربيعيه لانه نحن عم نحتفل بعيد الربيع بنفس الوقت. حنعمل كريب مع مربى الراسبيري، راسبيري المربى نحن حنعملها هلا. واخر شيء حنعمل الاكس بنديكت، كمان طبق كثير مشهور بالعالم، مع السالمون، وكمان بنقدمه لوالدتنا. اوكي حنبلش هلا اول شيء بالبامبرديو. يلا حناخذ سلايسات بريوش. خبز البريوش هو هلا هو بيشبهه بالنسبه لك التوست اما بنسموه باندمي. البريوش هو تقريبا نفس العجينه بس فيها بيض اكثر وفيها سكر اكثر، بتصير فلافي اكثر العجينه. اوكي يعني اكيد هذه افكار فينا نحن كمان نعملها بمناسبات عديده. حناخذ اول شيء حليب، يعني أقدس شعور هو شعور الأمومة، وأقدس شيء الأم بتعطيه لأولادها هو الحنان والعطف يلي ولا ممكن حدا يقدر يشيل هيدا الحمل عنا. 100% هلا عم نسخن الحليب، هنحط هون بيض. أنت بتعرف يعني العطف والحنان يلي بتعطيه الأم لابنها هو مسؤولية كتير كبيرة. حنخلط الصفائح. اوكي انت بتعرف انه تربيه الطفل بتبلش من هو وجنين بقلب بطن امه؟ ايه اكيد، لانه بيحس بكل شيء بصير معه للام، حتى ايه بصوته بيقولوا سمعوه موسيقى هن حتى مثلا جنين. عم نحكي من الاكل يعني بتقدر اذا هي اكلت شيء صحي ابنها فعلا انه بياخذ اشياء صحيه، ما هو عم ياخذ هيدا الغذاء من خلال والدته، فمن هون بتبلش التربيه الصالحه كرمال الام. حتى كمان سماع الموسيقى، ممكن تحكي قصص لابنها. ايه في منهم بسمعوا الموسيقى قصص ليطلع. هذيكم حضرت شيء على الفيسبوك عم بيدقوا موسيقى معينه للولد جنين بعده، الاهل يعني عم بيعملوا لهم بسمعوهم جاز كانوا. هلا حنحط سكر هون. حط فيه قرفه. هلا الحليب تبعنا سخن، حنحط كمان بقلبه ملعقه صغيره فانيلا. بس كمان نحن ما فينا ننكر مسؤوليه الاب بتربيه الاطفال، يعني ما فينا يتكلوا مثلا على الام بتربيه الاولاد. لا، البي بيلعب دور كثير كبير وكثير مقدس ولا ممكن يقدر حدا ياخده.